السلام عليكم. ازيك؟ الله يخليك يا باشا. اخبارك ايه؟ اتعرف على حضرتك. جمال الجبال. منين يا استاذ جمال؟ من المنوفية. احسن ناس. الله يخليك. اشتغل ايه؟ عامل في البلدية. في البلدية. انتوا ناس محترمين جدا. الله يخليك يا باشا. وبعدين عايز اقول لك انتوا بتعملوا حاجة عظيمة جدا. الله يخليك. بتعملوا خير كبير جدا. أبصر. واحنا كلنا مهما نشكركم مش عارفين نقول لكم ايه الحقيقة. يا باشا احنا طبوخ. عرفني من نفسك بقى، عندك اولاد قد ايه وعندك كام سنة؟ انا عندي 64 سنة. ايوه. وعندي 3 اولاد. اعمارهم قد ايه؟ متجوزين ومخلفين. وانت بتاخد كام في الشهر؟ احنا شغالين باليومية هنا. باليومية؟ اه. والحمد لله يعني قضية؟ الحمد لله ماشي. بتصرف ايه بقى؟ قولي كده مصروفاتك الشهرية عبارة عن ايه؟ انا بالنسبة للوردية انا كل يوم. تعالى كده. تختار الورديه مصرفها يعني. بس انت رمضان كريم عليك. طبعا. وبتفطر النهارده؟ ان شاء الله ربنا بيقيته وبالشارع. مين قاعد معاك في البيت؟ عيالي ثلاثه والد وامي. بتيجي كده وقت الفطار دايما، احنا بنقول لك دايما قبل الفطار معنا دايما بنقول يا رب في دعاء، ندعي كده. ايوه. تدعي ربنا تقول يا رب عايز ايه؟ بالستر والحمد لله والشكر على ربنا الحمد لله. انت راجل جميل على فكره. الله يخليك يا باشا. والله وانا اتشرفت جدا بحضرتك. الله يخليك يا باشا. نفسك في ايه؟ انا نفسيش في اي حاجه خالص الحمد لله. خالص الحمد لله. مش عايز حاجه. الحمد لله. خالص بدم ماشيه وضميرنا مستريح خلاص الحمد لله. اجمل حاجه. يعني يا ربي يديك الصحه. يديك يديك العافيه يا رب. الحمد لله. ويكرمك ويكرمك. بص احنا بننزل انا وزمايلي كده بنرحب من الناس، بنلف في شوارع مصر، نقابل الناس الطيبين زي حضرتك كده. الله يخليك يا باشا. في رمضان بنقول كل سنه طيبين ونديهم هديه بسيطه يا باشا. دي 5000 جنيه هديه مني ليك. الف الف شكرا يا باشا. الف الف شكرا يا باشا. ممكن تفتح الظرف تاكد الفلوس؟ خلاص يا باشا. ما باشا باشا هتعمل بيهم ايه؟ رزق عيالي. رزق عيالك. كسوه ومصاريف وحاجات العيد بقى رمضان. طب وانت مش هتجيب لنفسك حاجه؟ انا؟ انا بدمع عيال مبسوطين انا بقى مبسوط. بدمع. احنا كلنا كده على فكره. عيالنا بدمع مبسوطين انا مبسوط. احنا كلنا كده على فكره، يعني احنا كلنا كده. كل همنا ان احنا نسعد عيالنا وبس. ايوه اهم شيء. ربنا يخليهم لك. الله يخليك. ويبارك لك فيهم. الله يخليك يا باشا. ويطرح لك فيهم البركه ويجعل رمضان كريم. مبارك عليك ان شاء الله. الله يخليك يا باشا. انا حمشي، عايز مني اي حاجه؟ الله يخليك يا باشا. نلحق انا وكفى بقى. سلام عليكم. الف سلامة يا باشا. سلام عليكم. سلام عليكم. سلام عليكم. زي ما شفنا يعني رجل عامل نظافة محترم وجميل وجدع وطيب و كل سنة وانت طيب. رمضان كريم عليكم. كل سنة طيبين. كل سنة طيب. الله يخليك. وراجل طيب وأمير شفته جميل ازاي الراجل ده؟ حسيت شوف وشه وسمار وشه يحسسك قد ايه الراجل ده مكافح تعب وشقي صح؟ الله ربنا يكرمه ويكرمنا جميعا يا رب ان شاء الله. خلاص تمام. عايز تروح؟ عايز تروح يا احمد؟ عريس جديد بقى يا احمد انت بقى وبتاع، فبرضه احنا مش عايزين يعني. طب يلا بينا نروح. نشوفكم على خير ان شاء الله، وبكره حلقه جديده وبرنامج واحد من اسر رمضان. السلام عليكم.